ارجع لبيتك، ارجع لأولادك. هل تعلم؟ هل تعلم إن مصر من أعلى الدول في العالم في حوادث الطرق؟ إن أكثر من 48% من ضحايا حوادث الطرق في مصر هم من الشباب؟ إن 69% من الحوادث بسبب الأخطاء البشرية؟ إن 60% من حوادث الطرق سببها سيارات النقل التقيل؟ هل تعلم إن ضحايا حوادث الطرق في مصر لعام 2010 هم أكثر من 12,000 قتيل وأكثر من 39,000 مصاب، وتم تدمير أكثر من 33,500 مركبة؟ ارجع لبيتك، ارجع لأولادك. افتقدنا الراجل بتاع البيت اللي هو بيعول الأسرة، هو اللي شايل مسؤوليتنا وشايل همنا. أما افتقدناه كان شيء صعب قوي علينا. العربية كان عليها أصوات، واللي أصوات كتيرة كبيرة عليا، كانت مصدر رزق لينا، هي اللي كانت فتحلنا البيت. احنا بعنا اللي ورانا واللي قدامنا عشان نجيب العربية دي، وتعبنا قوي في أول حياتنا لغاية ما جبناها. بقى دين ومسؤولية أولاد في مدارس، ومش عارفة هقدر أواجه الحياة الصعبة دي إزاي لوحدي. ارجع لبيتك، ارجع لأولادك. طبعا بنتكلم عن الخطورة اللي بيواجهها السائق وهو بيمارس عمله إذا كان بيتعاطى أي نوع من المخدرات. في أقراص زي الترامادول بيعتقد، وده اعتقاد خاطئ، انها منشطة. هي مش منشطة ولا حاجة، هي مجرد ان هي بتخبي الالم وبتسكن الالم. هي من مشتقات المورفين، وهي بتسكن الالم، وكثرة استخدامها بيخلي العقل ما بيفرش الافراز الطبيعي اللي هو ربنا حطه لتخفيف الالم في الجسم، فيبتدي هو يدور على اكتر واكتر واكتر لغاية لما يغيب خالص الهرمون او المادة الكيميائية دي اللي بيفرزها العقل. فهو ده الادمان. السواق ده عينيه بتبقى محتقنة، في احتقان، تمدد في الشعيرات الدموية بتاعت العينين، عدم تركيز، بلادة في رد الفعل، ما يقدرش يركز، بيحس بالمسافات أطول ما هي حقيقية، بيحس بالزمن أبطأ ما هو حقيقي. يعني إدراكه للواقع الحسي اللي حواليه بيبقى مختل تماما، بيزيد ضربات القلب، بيعمل هبوط في ضغط الدم، الجهاز التنفسي بيختل، كمان القدرة الجنسية شوية شوية بتقل، لأن حاجة زي الحشيش أو البانجو بيأثر على هرمونات الذكورة. مطلوب منه إن هو يكون يقظ جدا، وإدراكه باللي حواليه بالمسافة وبالزمن وبالرؤية وحواسه تكون منتبهة جدا، وإلا هيدخل نفسه وهيدخل العمل بتاعه في مشاكل كتيرة. بيميل للنعاس كتير، وبيميل للانعزال عن زملائه وعن عيلته، بيبقى في مشاكل اجتماعية كتيرة، وفي النهاية بيدمر نفسه. ارجع لبيتك، ارجع لأولادك. هذه الرسالة برعاية سيمكس.